بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان، اهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في استوديو الابطال. نقل احداث مباراه قبل النهائي دوري مرتبط كره السله رجال بين نادي الاهلي وسبورتنج. المباراه ستقام على صاله هيئه قناه السويس بالاسماعيليه في الساعه 8:30، يعني حوالي ساعه ونص من الان. قبل طبعا ما نتناول هذه المباراه تحليليا وفنيا من كل الجوانب، بحب ارحب بضيوف اللي منوريني في الاستوديو، طبعا بالكابتن محمد سلعاوي نجم مصر ونجم نادي الاهلي وهداف دوره العاب الاولمبيه 1984 واحد رموز كره السله في مصر. اهلا بيك يا كابتن. اهلا بيك كابتن هيثم، شرف لينا وجودنا معاك. بنرحب طبعا بالكابتن عماد مراد، احد زي ما بيقولوا نجوم الزمن الجميل واحد يعني اساطير النادي الاهلي في كره السله. اهلا بيك يا كابتن عماد. اهلا كابتن هيثم، اهلا وسهلا. نورنا، شرف نكون مع حضرتك النهارده من قناه النادي الاهلي ان شاء الله. اعزائي المشاهدين، احنا جهزنا تقرير عن اهميه المباراه النهارده، خلينا نشوف التقرير واجي لحضراتكم تاني. يخوض الفريق الأول لرجال كرة السلة بالنادي الأهلي بقيادة مديره الفني أشرف توفيق تحدياً قوياً حينما يواجه نظيره سبورتنج السكندري والذي يقوده فنياً وائل بدر في إياب نصف نهائي دوري المرتبط للموسم الحالي. وكان المارد الأحمر قد خطى خطوة كبيرة بعد فوزه في مباراة الذهاب بنتيجة 84-65، كما فاز فريق مرتبط السلة تحت 16 سنة على سبورتنج أيضا بنتيجة 68-59، ويحتاج الشياطين الحمر للفوز بأي لقاء لحسم الصعود لنهائي وانتظار تحديد الطرف الآخر من المباراة النهائية بين الجارين سموحة والاتحاد السكندري. ونجح النسر الأهلاوي في التحليق فوق صالة هيئة قناة السويس بمدينة الإسماعيلية مساء الأربعاء الماضي بالرغم من الإصابات العديدة التي ضربت الفريق خلال الساعات القليلة الماضية، فكان أبرز الغائبين إيهاب أمين، عمرو الجندي، عبد الفضيل إبراهيم بسبب فيروس كورونا، إضافة إلى إصابة الثنائي مودي الجرحي وأحمد السلعاوي. وخلال اللقاء تجسدت مقولة الأهلي بمن حضر عقب استعانة المدير الفني أشرف توفيق بعدد من اللاعبين الصاعدين وعلى رأسهم محمود وليد، عبد الله ناصر، كما تألق الثنائي أحمد مهيب والمحترف الأمريكي أليس يونغ، واستحوذ عمر طارق على الكرات سواء تحت سلة الأهلي أو سلة سبورتنج. ويسعى أبناء القلعة الحمراء لاستعادة اللقب بعد فوز الاتحاد السكندري به العام الماضي على حساب الجزيرة. أهلا بحضراتكم من جديد، بس نحب نطمنكم أن مرتبط النادي الأهلي وضع الفريق في الفاينل. خلاص يعني المباراة انتهت منذ قليل، مباراة المرتبط 76-75 بعد اكسترا تايم ادى فيها ناشئين النادي الاهلي مباراة ولا اروع، واستطاعوا يعني باقتدار وضع يعني النادي الاهلي في النهائي ليكون امام الاتحاد السكندري بصرف النظر عن مباراة اليوم. ولكن مباراة اليوم ليها اهميتها وهنناقش ده مع ضيوفنا. يعني اجي حضرتك كابتن سلعاوي، فوز المرتبط ريح الدرجة الاولى كتير طبعا. احنا في البداية عايزين نبارك للمرتبط لانه ساهم بمجهود كبير جدا جدا في وصول الفريق الاول للنهائي ان شاء الله، وهيكون هو سبب من اسباب الفوز باذن الله. معاه مدرب جيد جدا كابتن اسلام كيلاني، مدرب محترم، مدرب شغال كويس جدا، كان في الدرجة الاولى، ومعاه مجموعة من الناشئين على قدر كبير جدا جدا مسؤوليه، بدليل ان الماتشين كانوا صعبين جدا على الاولاد وكانوا متاخرين في بعض الاوقات بفارق كبير، وقدروا يعوضوا ووصلوا لوقت اضافي ويكسبوا، فده حاجه تحسب لاولاد النادي الاهلي في هذا العمر، لان السن ده زي ما انت عارف طبعا السن صعب جدا ان هو ممكن انك تبقى تقدر تسيطر على هو هيعمل ايه النهارده. صحيح، او تتوقع اداؤه او تتوقع الاداء منه، لكن الولاد اثبتوا ان هم على قدر المسؤوليه، وان هم ان شاء الله الماتشين الجايين هيكونوا برضو في شيء من الصعوبه، لان الاتحاد برضو من الفرق كويسه جدا في المرتبط، بس احنا كلنا ثقه في فرقتنا ان شاء الله هتكسب الماتشين ان شاء الله. كابتن عماد، يمكن فريق المرتبط توقع الكل ان هو ممكن يخسر مباريتين من سبورتنج،
ومشوار سبورتنج في المرتبط نفس القصه، ما خسرش ولا مباراه، نفس القصه في، وهنستعرض ده مع مشوار الفريقين. مباراه النهارده في المرتبط ريحتنا كتير يا كابتن عماد. بيني وبينك يا كابتن هيثم، كنا النهارده قلقانين، حتى كنت بكلم الكابتن سلاوي، الفرقه مش سهله، واللي حصل انه عملوا اكسترا تايم، فدوت ناتج ان عندنا في قطاع الناشئين في النادي الاهلي بيهتموا بالناشئين، ودوت ناتج فريق 14 سنه عندنا اولاد ما شاء الله، ناس برومسنج جدا، 16 سنه اهو يعني شرف في النادي الاهلي، كسب ماتشين صعبين جدا زي ما حضرتك قلت سبورتنج، ولا ماتش خسره، وبرده الاهلي ما خسرش ماتش، كانت صعبه جدا، والحمد لله ريحنا وخلى النادي الاهلي درجه اولى، هيلعب بارتياح شويه، يقدر يريح اللعيبه المهمين، يقدر يعمل حسابه ان في ماتش اتحاد جاي، لكن احنا برضو ربنا وفقنا في ماتش المرتبط مع الاتحاد، الماتش اللي جاي مع المرتبط الاتحاد مش سهل خالص، فرقه قويه جدا، وشفناها مع سموحه، كنت بتفرج عليهم على النت، فرقه قويه، ربنا وفقهم ان شاء الله، بس ان شاء الله عندنا امل فرقه النادي الاهلي صغيرين وكبار يحققوا اللقب اللي غايب عننا ان شاء الله. كابتن عماد، من وجهه نظر حضرتك ماذا تمثل مباراه اليوم بعد تم طبعا حسم تاهل النادي الاهلي، واصبحت المباراه يعني تحصيل حاصل لكلا الجهازين الفنيين، بماذا تمثل هذه المباراه ليه؟ انا شايف انها كرامه النادي الاهلي، مفيش سواء انا صعدت سواء انا ضامن خلاص بقيت في الفاينل، لازم العب بكل قوتي، ليس ان انا العب بكل اقصى الناس عندي، ولكن اجرب الناس اللي انا عاوزهم، بس برضو احتفظ ان انا لازم اكسب، لما اكون فايز على فرقه 20 بونت الماتش اللي فات ما ينفعش ان انا الماتش ده يكون اقل، العب بكل قوتي، انفذ الخط اللي انا عاوزه، انفذ سبيشال سيتويشن اللي انا عاوزه، فرقه سبورتنج فرقه مش سهله، وهيقاتلوا ان هم يخلوا الفرحه الاهلي تبقى رايحه شويه، عاوزين يكسبوا زي ما عملوا، وحتى اثبات ذات للنادي سبورتنج انه بيبني فرقه جديده، وكل الاحترام ليهم، يعني فريق الحقيقه شاب وصاعد بقوه مع جهاز فني جيد، فاكيد هيبقوا عايزين يثبتوا كده. وائل بدر صراحه من المدربين المحترمين جدا فنيا وخلقا وكل حاجه، عنده فرقه لعيبه قويه جدا، ولكن احنا لازم نلعب احنا الاهلي زي ما قلنا قبل كده، زي ما حضرتك قلت قبل كده، اهلي بمن حضر، نعمل اللي علينا، ماتش عادي جدا بنلعبه، عادي جدا، لازم نكسب الماتش مش مزاوي. كابتن سلعاوي، اجل حضرتك نفس السؤال ايضا، ماذا تمثل مباراه اليوم لكلا الجهازين الفنيين؟ انا في رايي الشخصي ان المباراه بتمثل يعني اهميه كبيره. ليه اهميه كبيره؟ لان احنا يهمنا ان احنا يكون الفرقه شكلها كويس ونكسب، و و و والناس نحافظ على الناس، يعني الجهاز الفني مطلوب منه أكتر من حاجة، مطلوب منه إن شاء الله يكسب، ومطلوب منه إنه يحافظ على الناس، ومطلوب منه إنه هو يدفع بالولاد الصغيرين، لكن المباراة نفسها بتمثل ضغط، لو فريق الأهلي لعب وقدر يمتع الناس والناس تنبسط ويطلع بفارق سكور، أعتقد إن النادي الاتحاد هيكون قلقان شوية. صحيح، وخليني اقول لك كابتن ان الدوافع مهمه، يعني انت لازم تجد لان تلاقي نفسك دوافع في المباراه، طبعا لان اخطر شيء ان تلعب مباراه بدون دافع نفسي، وخاصه النهارده زي ما حضرتك بتقول هذا الكلام، وخاصه النادي الاهلي برضو جرب الموضوع اللي فات مع مباراه الزمالك الثانيه في الدور اللي احنا كسبنا مباراه الزمالك، وقدمنا واحده من احسن عروض الفريق، وكانت 24 نقطه الفتره الثالثه والرابعه كانت، وخلص الماتش 24 نقطه، وبرغم ذلك الماتش اللي هو الثاني كان نفس الوضع ونفس كان نفس الوضع الله ينور عليك، لكن ما وفقناش وخسرنا 3 بونت في الاخر، لكن ان شاء الله النهارده هنتدرج اخطائنا وهنقدر نحط رجلنا على الطريق السليم ان شاء الله، وانا عندي احساس من اللعيبه ان هم ناويين ان شاء الله ما يفرطوش في طب كابتن، ترى النهارده ان سبورتنج عنده دوافع اكتر من نادي الاهلي؟ شايف الدوافع متساويه؟ لا لا، اللي عنده دوافع وبرضه عايز يطلع مرتبط بشيء معنوي، الشيء المعنوي ده ان هو ممكن اكسب الاهلي، وممكن يكون هو كسب فرقه او اتنين في الادوار اللي فاتت، لكن اما يكسب الاهلي المباراه هيبقى فيه دافع، ما يبقى هو عمل شيء معنوي كبير بالنسبه لفرقته، وخاصه ان الفرقه كلها معظمها صغيرين مطعمه ببعض الخبرات، معاهم مدرب مجتهد جدا وشاب ومتحمس وحماسي ولعيب دولي، ومعاهم جهاز برضو بيت الجهاز على مستوى عالي يعني، فاعتقد ان هم عندهم نفس الدافع اللي عندنا، بس احنا دافعنا اكتر لان الوصول اللعبه على الفاينل على النهائيات غير اللعبه على، بس هي حسمت يعني برضو اجي كابتن عماد، هي ابتدت حسمت من نادي الاهلي، يعني كابتن سلعاوي اكد الكلام ان دوافع نادي سبورتنج اكتر بكتير من دوافع النادي الاهلي، خاصه انه بيبني فرقه ومحتاج هذا الفوز المعنوي. بص يا كابتن هيثم، هو ممكن يكون يعني برضو اي حد في الموقف بتاع وائل حاطط في مخه ولو نسبه معقوله
ان ممكن الاهلي يكسب الدوري المرتبط، هيتحط له في الريكورد بتاعه ان هو فاز على الاهلي، يقول لك الفرقه اللي كسبت الدوري دي انا فزت عليها في مباراه كانت ايكوال، سواء انا كان بدلك في الماتش الاولاني، انا عملت في الماتش الثاني، انا غصب عني عنديش فرقه مرتبط. فهو في بعض الناس بيفكر يقول لك انا بفكر في الدرجه الاولى هعمل ايه، فوز معنوي زي ما كابتن علاوي قال، وهيحسب له في الريكورد بتاعه طبعا. اكيد طبعا. وخلينا اقول يا كابتن عماد انه ان النهارده النادي الاهلي مش ما عندوش اوبشن انه يعمل روتيشن، لان اوريدي احنا عندنا اربع او خمس لاعبين غايبين. يعني عندنا ثلاث لاعبين مصابين بكورونا، وعندنا مودي الجرحي، وعندنا احمد السلعاوي. عندنا خمس لاعبين مش جمال، يعتبر برضو الجمال يعتبر برضو مش جدا، يعني الاصابه الانكل مأثر عليه والله. لا الانكل مأثر عليه، بس انا يعني انا عارف ان جمال ومودي الجرحي الناس دي يعني بيحاولوا طبعًا مع الجهاز الطبي طبعًا طبعًا وعشان طبعًا خطيرنا رجال عايزين نلعب، طب ربط لنا، طب هنجرب لما تربط لنا، طب مش عارف ايه، على اساس ان هم حته العدم اللعب دي بتمثل لهم حساسيه وبتمثل لهم هوس. فالاثنين دول بالذات، فلو ما لعبوش يبقى ده قرار طبي ما فيهوش وكده بقى زي ما الكلام كابتن عماد. يعني يعني الساده المشاهدين، ده ملخص المباراه اللي فاتت اللي انتهت طبعا بفوز النادي الاهلي في سكور كبير يعني، وكانت يعني نقطه تحول مهمه في التأهل. بتهيألي يا كابتن زي ما قلنا ان الروتيشن النهارده او انه يجرب لعيبه كابتن اشرف توفيق مش في ايده قوي يعني. فانه يعني النهارده رايك ايه يا كابتن عماد في الموضوع؟ والله يعني هو فعلا بس عنده اوبشن تاني، ان هو الاولاد الصغيرين اللي هم البرومسنج اللي هم واعدين دولت ممكن يديهم فرصه اكبر شويه، لانه تحت اي ظرف هو خلاص فوق. ولكن عارف يا كابتن هيثم الحته اللي في يعني اللي يمكن تكون عامله قلق في يعني في مصر، ولازم الاتحاد، انا عارف طبعا ان الاتحاد غصب عنه عاوز ينفذ، عنده سكيدول لازم ينفذه. حكايه الناس اللي تعبانه دي يا جماعه، كورونا الكورونا مش على اللعيبه، لا اللعيبه بتعدي بعض، لو حصل الله يقدر ما حدش خد مسحه مشكله، كل واحد عنده بيت وعنده والدته وعنده والده وعنده ولاد وعنده زوجته، عمليه يا جماعه لازم ناخد بالنا. الرياضه مش يعني احنا الرياضه كلنا بنحب الرياضه، ولكن احنا اهم حاجه صحه وسلامه اللاعبين. انا متاكد يا كابتن ان شاء الله ان اكيد يعني الموضوع ده سيتم دراسته، بس احنا عايزين نوضح شيء، ان احنا لما بنقول راي او راي اخر هنا في الاستوديو او في قناه النادي الاهلي، هذا لا يمثل ابدا انتقاص من قدر اي اتحاد لعبه. كل الاحترام لكل الاتحادات، واحنا في قناه النادي الاهلي هنا عمرنا ما بنتجاوز خالص نهائي، احنا لينا اطار بنعمل فيه ودائما ابدا هو ده النادي الاهلي. فاذا كنا بنقول راي او راي اخر، فاحنا مش عايزين الاتحاد يزعل منا، مش عايزين مسؤول يزعل منا. يعني احنا والله هي دي حلاوه الرياضه. يعني انتوا تخيلوا الرياضه لو هي يعني راي واحد او اتجاه واحد مش هتبقى كويس، حتى في الملعب بيبقى في راي وراي الخصم. فاذا مش عايزين الاتحاد يزعل منا، ومش عايزين حد مسؤول يزعل منا، بالعكس خالص، ولا احنا بكل بنتكلم بادب وبنتكلم باصول وبنتكلم باللي يليق باسم النادي الاهلي، وبنتكلم في طلبات مشروع. فمش عايزين حد ابدا ياخذ هذا الكلام ان هو انتقاد او انتقاص من قدر احد، ولكن كل الاحترام والتحيه لاتحاد السله وكل الاتحادات. كمان شكرنا في اتحاد السله وقلنا ان هو الاتحاد الوحيد اللي صمم، الوحيد اللي كمل الموسم وكم موسم، وحتى طبعا في 2011 اللي كانت فيها الثوره وكده ودى النادي الاهلي ساعتها خدها، والدكتور مجدي ابو فريخه راجل جامعي وشخصيه محترمه جدا وبيقبل الراي وبيسمع، هو ده اللي احنا عايزينه يعني. جميع مجلس اداره يعني يعني قصدي اقول ايه، ان هو يعني مش عايزين حد يزعل، لان حقيقه انا جالي اخبار وبتاع ان ممكن حد يبقى زعلان، بس يعني الموضوع ده احنا تخطيناه، لانه احنا والله لا ما بنطلبش غير حاجات مشروعه، ومش هدفنا ابدا ابدا بكل اذا كان في حاجه كويسه بنقول ان في حاجه كويسه وبنحط عليها الضوء، زي ما البنات خدوا فريق بطوله افريقيا احنا احتفلنا بيهم هنا في القناه، وده حاجه طبعا تشكر عليها وحاجه جميله جدا. والله يا كابتن هيثم هو على راي الحكم بتقول ما اريد الا الاصلاح، احنا بندي راي ممكن يؤخذ بيه ممكن لا، لكن احنا ما حدش يقدر يقول اي كلمه ولا بالزبط. يقول ان الاتحاد يعني ابريشيت جدا للاتحاد الباسكت باللي عمله، سواء كان الدكتور مجدي ابو فريخه راجل اكاديمي وفاهم بيعمل ايه، محمد عبد المطلب، علاء زهران، رحاب الغنام، الناس دي كلها، خالد الموسي، كل الاحترام ليهم طبعا، ولكن الراي والراي الاخر مطلوب، هم شايلين شيله برضه قويه، الراي الاخر مطلوب، احنا بنتكلم واحنا في الاستوديو، الناس دي بتفكر في جدول، بتفكر هيعملوا عندهم شيله ثانيه، فما حدش يزعل لو احنا بننتقد، ما حدش ابدا يزعل، وده هي دي الرياضه. وعلى فكره احنا لسه بنعرض مع حضراتكم ملخص المباراه اللي فاتت من كل طبعا الحاجات الجميله اللي اداها الفريق. كابتن عماد، يمكن اجي لحضرتك نفكر السادة المشاهدين باللاعبين اللي عندهم كورونا كانوا ما لعبوش المباراة اللي فاتت، وأيضا الإصابات اللي غايبة النهاردة. اتفضل يا كابتن. هو بالنسبة للأهلي طبعا عندنا عمرو الجندي. لا احنا مش التشكيلة يا كابتن، احنا عمرو الجندي طبعا قوة أساسية،
ومعاه ايهاب امين قوه اساسيه جامده، لعيبه دوليه معاهم، احمد السلعاوي اللي كان شايل الاهلي السنه اللي فاتت ربنا يشفيه ويعافيه ويرجع تاني، عبد الفضيل كورونا، مع مودي الجرح برضو اصابه هو، غير لما كان بيكلم الكابتن سلعاوي ان الجمال لسه ستيل بعد الاسبرين انكل اللي عنده دوت. فطبعا يعني قوه، انت عندك خمسه اساسيين بره، خمسه كانوا بيلعبوا في الملعب صحيح ممكن يشيلوا، فربنا يعني يوفق يا رب ان شاء الله. صحيح. نتمنى ليهم الشفاء يا رب ويرجعوا باسرع وقت، وان شاء الله يلحقوا ماتش الاتحاد لان احنا محتاجينهم في الماتش الفاينل يا رب. اكيد يا كابتن. وكابتن سلاوي برده نفس الكلام، يعني يمكن الجمال بنشكره من هنا ان هو اثر ويلعب وان هو يلعب وهو مش كامل 100% في الحاجه. انا شخصيا قريب للناس يعني، وعارف ان الجمال من نوعيه اللعيبه اللي ما بتحبش تقعد، هو ومودي الجرحي وكل الفرقه والله. صحيح. يعني احنا برده المره اللي فاتت انا بعد ما يعني روحت وكده لقيت احنا ما اديناش ابو النصر حقه. صحيح. ابو النصر جندي مجهول في بقاله سنتين ثلاثه في النادي الاهلي، بيعمل ما هو المطلوب منه واكتر، وما ولا تسمع له صوت، مفيش حس، ولا تسمع لاعب، مفيش حس، ولا تسمع حس. ولا تسمع له مشكله، ولا صحيح. تسمع له صوت، ولا يعني اخلاق وادب. فانا بقول ان احنا ما اديناهوش حقه، فانا كنت كاتبها ومركز عليها ان لازم نشيد بيه. انا قلت المره اللي فاتت صراحه جبت سيره ابو النصر لان هو كان قوه اساسيه. انا بس حته برضو يا كابتن هيثم بالنسبه للجمال عاوز اقول له حاجه كده، وقدمه 16 سنه، يا جمال انت ابراهيم الجمال، انت عملت اسيست في ماتش اللي سيف سمير يتدرس، صعب حد يعمله في الماتش، فالعب وخد ارجع ثقه، معلش شد على نفسك شويه، احنا محتاجينك الفتره دي تشد معانا ان شاء الله، ربنا يكرمنا، انت من احسن لعيبه مصر واحسن لعيبه افريقيا. طبعا مفيش كلام، ربنا يوفقك يا جمال، رساله جميله، وجمال احد نجوم مصر طبعا. وخلينا برضو يا كابتن بقى نتكلم عن سبورتنج شويه. فريق سبورتنج ممكن اسمح لك حاجه بسيطه عشان بس احنا ما ندخل قبل ما نخش في التحليل الفني ونخش في الكلام ده كله، عايز اقول بس حاجه بسيطه، ان عندنا فرقه البنات بتاعتنا اتاهلت للنهائي برضو، وبكره الماتش النهائي مع سبورتنج. تمام. الفرقه السنه دي النادي الاهلي وكابتن رؤوف مدير النشاط دعموا الفرقه تدعيم كبير جدا كبير جدا جدا، وما بخلوش عليهم. فالفرقه معسكره بقالها يومين في الاسماعيليه بقياده الكابتن علي هاشم وجهازه المعاون احمد ابراهيم وكريم اسماعيل كريم اسماعيل. فانا عايز اقول ان مباراه بكره برضو الناس ما تنساش فرقه البنات اللي احنا عندنا، لان احنا يهمنا في الاول والاخر حظ البطولات. اكيد. ويمكن البنات يمكن استفتحت ببطوله القاهره. يعني ما شاء الله دي تاني بطوله ليهم تشارك فيها يعني. دي تاني بطوله، وانا اعتقد ان شاء الله انا لو الخريطه اللي محطوطه في النشاط الرياضي، انا اعتقد ان الولاد والبنات السنه دي هيبداوا يتجهوا للدوره العربيه والدوره الافريقيه. يا رب بس ربنا يرحمنا من كورونا. ان شاء الله ان شاء الله. كورونا فعلا بقى مقلق لكل الناس واللعيبه خايفه خالص يعني. وربنا ينجينا بالظبط. وطبعا احنا كلنا اولا واخيرا يهمنا سلامه الناس طبعا. هم في الاول وفي الاول والاخر هم اللي بيمتعوك، فلما يتعم خلاص هم دول راس مالنا. هم الله ينور. فاللي انا عايز اقوله برضو ان احنا بنوراهم وبنشجعهم وكده، بس طبعا لو في حاجه تدخلت مع صحه. صحيح يا كابتن. خليني بس ازيد من الشعر بيت مع حضرتك. ان معلش انا دخلت. لا بالعكس، لا ده انا هاكد بقى على حاجه كلام حضرتك. مجلس اداره النادي الاهلي السنه دي عمل، او يعني مش عمل، ده عمل موسم او ميركاتو في الانتقالات في العاب الصالات تاريخي. انا بقول لكم انا على مدار عمري في الالعاب الجماعيه او العاب الصالات والله ما شفت موسم انتقالات زي اللي اتعمل ده. يعني سواء في كره، يعني اول مره نشوف في كره اليد سيدات محترفه، اول مره نشوف محترفه ليفل 1 في السيدات، اول مره نشوف في الرجال واحد زي اليكس يونج ليفل 1 برضه. نفس الوضع بالنسبه لكره اليد، صفقات هي الاكبر والاعظم في تاريخ النادي الاهلي. تتفق معايا يا كابتن سلاوي؟ اتفق معاك، واتفق ان برضه مجلس الاداره زي ما قلنا برضه كده، مجلس الاداره اطلق للكابتن رؤوف ان هو يعني كل الصفقات اللي وراها هينجح الفريق، الفرقه العاب الصالات بالنسبه للثلاث العاب باسكت وفولي وهاندبول، انه يقدر يجيب زي ما هو عايز. واعتقد ان انا بقول لحضرتك ان السنه دي ان شاء الله هتختلف في الخريطه. تاكيد لكلامك يا كابتن، ده نهائي بطوله القاهره سيدات النادي الاهلي ونادي الجزيره، كنا زعناه على قناه النادي الاهلي كان حصري، ودي لقطات منه عشان نتذكر اللعيبه. وان شاء الله عندنا مفاجاه ليكم باذن الله للساده المشاهدين، بس مش هنعلن عليها دلوقتي. اتفضل. انا بس كنت عايز انوه ان يعني ان برضو الناس ما تنساش في غمره
فرحتنا بصعود الفريق الاولاني فرقه البنات، لان فرقه البنات عملت مجهود كويس وكانوا شغالين كويس، وزي ما انت قلت النادي ما بخلش وجاب لهم محترفه على مستوى عالي جدا، والولاد برضو ما نفس الكلام، نفس صفقات صفقات جدا. صفقات يعني تعتبر من العرس الثقيل جدا، بخلاف ان انت عملت صفقه طارق عمرو جندي وعمر طارق، صفقه عيار ثقيل وما حصلتش في النادي قبل كده، ما حصلتش في النادي الاهلي ان جه صفقه وقبليها اياب امين، صحيح خد بالك برضه بيبني النادي، بيبني بقاله كتير بيبني سنة. يعني هم برضه ستيب يعني ايهاب امين برضه جه خد له مرحله مع اليكس في السنه اللي قبليها السنه فعندك دلوقتي 3 4 5 بسم الله ما شاء الله عليهم. رايك يا كابتن متفق مع كابتن سلعاوي في هذه الصفقه؟ طبعا انا متفق جدا. اولا بس هو نقطه للناس برضه الناس كانت بتتكلم عامه، يعني قصه الكابتن محمود الخطيب هو راجل يعني بتاع كوره وكابتننا، ورغم كده بيقول للناس انا بتاع كوره بس انا مهتم بالالعاب الثانيه، وصرف كتير وجاب لعيبه زي ما بيقول سلعاوي عيار ثقيل وصرف، عاوز الفرقه كلها تبقى كويس، ما هوش يهتم بالكوره بس زي ما الناس بتقول، لا كان الناس بتتكلم ساعات على السوشيال ميديا وكلام فاشل كده يقول لك كوره مش، لا هو دلوقتي مهتم بكل الفرق، سواء الطايره جاب احسن ناس، حتى البنات في محترفه برازيليه صحيح في الطايره بالظبط، وجايب صرف ان شاء الله ربنا يكرمنا تكون موسم قوي ان شاء الله. وانا برضو من هنا بشكر كابتن رؤوف عبد القادر، خلي بالك كابتن راجل يعني العملاق قناه او الشغل اللي عامله القناه كابتن رؤوف عبد القادر منسق معانا تنسيق عالي جدا جدا في نقل المباريات وفي الامور دي. طيب انا هرجع متاخرش بصراحه في خالص ليه دور كبير جدا واحنا بنشكره يعني طبعا. بصراحه انا من احسن الناس اللي انا اتعاملت معاهم كمدير نشاط رياضي في النادي الاهلي على مر فترتي اللي وجودي في النادي الاهلي. اكيد هو اللي مضاني على فكره يا كابتن والله هو مش مضاك بس مضى الناس كلها هو اللي مضى الناس كلها صحيح. اعزائي المشاهدين لازم نطلع لفاصل سريع ونرجع هنتناول بقى المباراه بتفصيل اكتر، قوائم لعيبه صفقات مشوار، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، وبنفكر اللي مش قادر يشوفنا على شاشه قناه النادي الاهلي في بث مباشر على صفحتنا على الفيسبوك وايضا على اليوتيوب. بحب اذكر حضراتكم مره اخرى ان فريق المرتبط فاز على فريق مرتبط سبورتنج منذ دقائق معدوده 76-75 بعد اكسترا تايم، والمباراه دي كده النادي الاهلي ضمن ان شاء الله التاهل لنادي الاتحاد السكندري اللي هيكون النهائي، اول مباراه للنهائي هتكون بعد بكره. اجل حضرتك يعني كابتن سلعاوي يمكن نبتدي يعني بقائمه سله نادي الاهلي. ماشي مفيش مشاكل. اتفضل. عندك طبعا عمرو الجندي مصاب، محمد مصطفى مودي، ودي صفقه جايه من السنه دي، والولد ده هو ابن النادي ومن احسن الصفقات، واحنا اتكلمنا عنه كويس قوي المره اللي فاتت وقلنا ده هيبقى صانع العاب منتخب مصر يعني قادم ان شاء الله، خاصه سنه صغير لسه. خلاص سنه صغير 23 سنه. ايهاب امين طبعا مصاب، ربنا يشفيه يا رب، لان ده قوه لا يستهان بها برضو طبعا. اليكس اعتقد ان هو من احسن الاجانب الموجوده في مصر والنجوم اصلا مصر. والنجوم ربنا يحميه ويحفظه، ربنا يحميه ويحفظه في الفتره الجايه. احمد سلعاوي مصاب، سيف سمير موجود، ابراهيم الجمال موجود، مودي الجارحي وابراهيم الجمال ما اعرفش مدى اشتراكهم قد ايه، ده هيتقرر حسب التقرير الطبي بتاع مع الجهاز الفني، مع الجهاز هنعرف قبل المباراه ان شاء الله. احمد مهيب برضو من الصفقات اللي جايه من سبورتنج، ولد كويس مجتهد شطر عنده سنس عالي جدا في الثري بوينت. الماتش اللي فات يمكن ثلاثياته كانت ليها تاثير كبير يا كابتن في وقت مهم خلص تقريبا المباراه يعني. فضيل ربنا يشفيه طبعا، برضو قوه جايه من نادي الجيش لا يستهان بها، لعيب كويس جدا جدا. محمد ابو النصر اتكلمنا عليه وادينا له حقه عشان المره فاتت احنا ما كنا انا شخصيا ممكن يكون الكابتن عماد اداله حقه. احمد حمدي برضو صفقه جديده جايه السنه دي، انا اعتقد ان هي لسه ما ظهرتش بس الولد امكانياته عاليه جدا، وولد اعتقد انه يعني مستقبلا هيبقى ليه دور كبير. هيبقى ليه دور صحيح. عبد الله نصر اعتقد ان عبد الله نصر من الصفقات برضو اللي تم اشراءها السنه اللي فاتت، وولد لعيب في منتخب مصر الناشئين، و ولدي ننتظر له مستقبل صحيح باهر بصراحه. عمر طارق انا قلت هو وعمر الجندي من احسن الصفقات اللي هي جت، منتظرين منه، بس انا عايز اقول له برضو احنا ادينا لك حقك بس احنا منتظرين منك اكتر وهو ان شاء الله لعيب جامد واكيد عنده كتير لسه. حاتم البحيري انا اعتقد ان هو برضو يعتبر جندي مجهول بالنسبه
الولد كويس جداً. الولد منفذ جيد جدا لأفكار المدرب والأفكار صحيح. اللي بيطلب وما يطلب منه ومش يعني ما بيقلفش كتير ما يعني لعيب بيعرف اللي مطلوب منه يأدي صحيح. وكان له دور كبير لتأهل النادي الأهلي السنة فاتت في كل البطولات وبرضه كان شايل الموسم اللي فات صحيح. بصراحة ولد كويس لكن برضه احنا انا شخصيا طالب منه ان يزيد شوية برضه ان شاء الله اكيد هو وسيف أكيد. سيف سمير لازم يزيد شوية برضه اكيد. وقبل ما اجي لحضرتك يا كابتن سيف سمير ده يعتبر احسن احسن لاعب ارتكاز في مصر صحيح يا كابتن فلازم ما يخذلنيش ان شاء الله سيف قدها ولاعب يعني عنده امكانيات عاليه جدا. بس قبل ما اجي لحضرتك يا كابتن عماد خلينا ننوه لحضراتكم تاني ان اللي مش هيقدر يشوف المباراه على شاشه طبعا قناه النادي الاهلي او التلفزيون في بث مباشر على صفحتنا على الفيسبوك وايضا قناتنا على اليوتيوب ودي اللينكات قدام حضراتكم. يهمنا طبعا ان انتم تتابعونا كجمهور النادي الاهلي وعشاق كره السله في مصر. كابتن عماد اجي لحضرتك يعني لو نستعرض مع الساده المشاهدين قائمه سله رجال سبورتنج اتفضل يا كابتن. هو طبعا فريق سبورتنج في بعض اللعيبه يعني مؤمن مخرة ما حدش شافه الماتش اللي فات ما شاركش يا كابتن كريم حاتم ما حدش شافه لكن عندنا عبد الرحمن خالد بيفوت كويس يجي منه طبعا هو لسه يعتبر ناشئ. احمد هشام عنده خبره عاليه قوي لعيب جامد جدا شويته ودخيل. محمد الليسي ده لاعب دولي لعب في المنتخب بس يمكن احمد هشام ما كانش موفق شويه هو كان ثلاثة بونت هو احسن من كده كان عنده ثلاثة بونت هو عنده يعني هو عنده يعني عنده ثلاثة بونت لعيب خبره وشاهد في بطولات سبورتنج بشكل كبير تمام. بس جيله مع الجيل اللي كان ايوه الجيل اللي كان أيوة. مع احمد منير مع بالظبط طقم ده محمد الليسي لعيب دولي ممتاز جدا لعيب اشول صعب مسك. يوسف رفعت ده ناشئ تحت 18 سنه ربنا يحميه. يعني في سليم العسوي ما حدش شافه قوي في الماتش اللي فات عايز يدين فريق بقى لعب الولد ده كويس ده منتخب مصر للناشئين سليم العسوي كان انا اسمع عنه كان من احسن كان الماتش اللي فات هو مؤمن طارق خيري كانوا الاثنين من احسن صناع بس طبعا لسه لاعب على الدرجه الاولى اكيد مؤمن طارق اللي خدها محتاجين وقت شويه يا كابتن عشان يلعبوا مع الفريق عايز يدين فريق لعيب جامد جدا لعب منتخب مصر صغير الناشئين. وباسم الليسي اخو محمد الليسي محترم لعيب شويت ودخيل طويل بيلعب مركز ثلاثه طويل. عمر عبدين طبعا لعيب محترم جدا. يوسف شحاته لعيب الاشول دوت عنده شوطه من بره وعنده محمد صلاح الماتش ما حدش شافه محدش عارف عنده اصابات ولا ايه. ابراهيم حجازي لعيب برده مقاتل بس حس انه زايد شويه كان احسن من كده. محمد خورشيد رغم كبر نوعا ما كبر عنده خبره قويه لكن تحت الباسكت جامد جدا كان قوي فرق معاهم جدا الماتشات في المتابعات الهجوميه بالذات. محمد خورشيد لعيب جامد جدا. اشرف ربيعي كتر خيره جاي من سموحه عمل اللي عليه كام شوطه من ميديوم وشوط من بره فربنا يوفقهم يا رب ان شاء الله ويعمل وان شاء الله يوفق الاهلي طبعا. وخلينا نوضح للساده المشاهدين سبورتنج معاش محترف صح؟ طبعا في السبورتنج دي نقطه مهمه جدا وهو قال الكابتن وائل بدر قال ان ما عندناش محترف يمكن هي الفرقه الوحيده اللي في مصر ما عندهاش محترف. انت عارف حضرتك اي محترف في فرقه بتحس ان هو ثلاث ارباع الفرقه يعني نص الفرقه مثلا ثلث الفرقه 25 30% ثلث الفرقه طبعا اللعيب المحترف ده بيبقى ليه ثمن يعني فربنا يوفقك. هم يمكن الفرقه الوحيده في الفاينل فور اللي وصلوا من غير محترف اجنبي لا جيش لا الفاينل فور فاينل فور فاينل فور ما جيش ما عندوش محترف بس ما وصلش الفاينل فور طبعا نادي طلائع الجيش. طب كابتن سلعاوي اجي لحضرتك نستعرض مع الساده المشاهدين الجهاز الفني لسله رجال الاهلي اتفضل يا كابتن سلعاوي. طبعا الجهاز الفني لسله النادي الاهلي طبعا كابتن اشرف توفيق فني صاحب خبرات وابن النادي وبرضه عمل بطولات للنادي وتاريخ مشرف بالنسبه للباسكت يعني ومدرب منتخب ويعني يمكن دايما بيقولوا على كوتش اشرف ان هو تخصص بناء فرق الكلام ده صح يا كابتن؟ طبعا لا هو بيقال عليه كده بس انا شايف ان هو دايما بيبني فرقه بيبني فرقه وبعدين بيبص لقدام اكتر يعني. سيد مصطفى مدرب عام النادي الاهلي سيد مصطفى من الخبرات هايله جدا وان هو كمدير فني قبل كده ومدرب منتخب وانا في رايي الشخصي انه يعني من احسن الناس الموجوده صحيح. احمد الجرحي مدرب عام النادي الاهلي احمد الجرحي ملقى عليه عبء جامد جدا هو ترمومتر الفريق ده. احمد الجرحي من احسن المدربين الصاعدين اللي طالعين ومدرب منتخب مصر الناشئين بس الولد ده انا بتوقع له مستقبل هايل
وعنده شخصيه كده. وعنده شخصيه وادب احترام اخلاق يعني كل حاجه، زائد ان هو الوحيد اللي دخل النادي الاهلي ثلاث بطولات ورا بعض ثلاث سنين في المرتبط. اوكي. علاء لطفي محلل فني، وده طبعا لاهميته دلوقتي بقت كره السله محتاجه مفيش اساسي ارقام معنا. ارقام اللعبه لعبه ارقام. طارق الغنام مدير اداري تاريخ كبير في النادي، اعتقد ان هو من اول لما مسك وعايز يعمل بصمه. صحيح. وعايز يشتغل وبيحل مشاكل كتير جدا 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 بالنسبه للفرقه، مجتهد في عمله، عايز يعني يثبت ان شاء الله هنعمل حاجه السنه دي. هو ورا صفقات وليد الخراط اداري برضه من الاداريين المتميزين اللي هو كان ماسك الفرق الناشئين وتم تصعيده. نادر غزام ده اخصائي تغذيه ولد على اعلى مستوى برضه. احمد عادل طبيب الفريق ده دكتور عظام، دكتور طبيب فعلا. طبيب هيثم علاج طبيعي. محمود حمدي ده مخطط احمال، ده برضه الولد ده بيشتغل مع الفرق كلها، الولد ده يعني كويس. محمد عيسى ده مساج، وحامد الكاس ده مهمات، وحامد ده من الشخصيات المجهوله في الفريق الاول. صحيح. ومفيش حد ما يعرفوش في مجال كوره. ده عم حارس بتاع الباسكت. عم حارس بتاع الباسكت. على فكره عم حارس اصلا بتاع الكوره كان اصلا في الباسكت. ايه ده، دي مفاجاه دي. كان الاداري بتاعنا كان بتاع اوضه اللبس. طب احنا بنلعب احنا عايزين حارس. احنا يرجع تاني بقى. يرجع تاني عرضه يرجع. كان معانا هو صغير واحنا بنلعب، كان هو اللي ماسك غرفه الملاعب بتاعتنا. ما شاء الله. لعب حارس اصبح عشره قديم يعني، اصبح رمز. عشره قديم. وشافكوا وسوا بطولات كتيره يا كابتن. طيب كابتن عماد، اجل حضرتك ونستعرض مع بعض الجهاز الفني لسله رجال سبورت. اتفضل. طبعا الجهاز الفني بكلام الكابتن وائل بدري مدير فني، زي ما قلنا عليه قبل كده، ده راجل كان لعيب دولي ولعيب جامد جدا، ولعب في كل انديه مصر، الزمالك، سبورتنج، لعيب جامد جدا. ولعب في الجزيره كمان يا كابتن. ولعب الجزيره طبعا، وله بصمه جامده جدا. ساعه لما مسك الفرقه، انا قلت الكلام ده في الحلقه اللي فاتت، كان ماسك فرقه سبورتنج خسر من الاتصالات، قاوم وعمل فرقه قويه لدرجه ان هو بقى كسب الاهلي بعد كده في ماتش في الدوري. يعني وائل بدر يعني نتوقع له ان شاء الله مستقبل. بس خليني اقول لك يا كابتن حاجه، وائل بدر يعني ملقى على عاتقه مسؤوليه صعبه شويه، ايه؟ انه يبني فريق. طبعا. خلي بالك حضرتك، بناء فريق ده عايز رؤيه وعايز شغل، يعني مش سهل. عارف لما تيجي على فرقه فيها لعيبه بيبقى شويه شغل بتنطبق. انما وائل بدر الحقيقه في مفترق طرق، لانه بناء فرقه ده امر صعب جدا. جدا. في ضوء الريستريكشنز او القيود اللي اتحطت من قبل اتحاد السله في الانتقالات. تتفق معايا يا كابتن؟ انا برضه اتفق مع حضرتك جامد جدا في الكلام ده. ونفسي بس كنت نفسي اتكلم في حته ثانيه برضه قبل ما نخش على طارق صبحي. الفرقه اللي زي وائل كده لابد ان يكون عنده جهاز ناشئين قوي بيطلع له الناشئين. الناشئين دول هم بيكونوا عماد الفريق. في بعض الانديه مش هنتكلم على بس اسماء، بس اسكندريه بصفه عامه ناشئينها، بس برضو تعرف يا كابتن هيثم مش هنتكلم على اسماء، لكن بعض الانديه يكون مثلا عنده فريق ميني باسكت او تحت 14 تحت 16، لو لقى مدرب لسه او لعيب لسه مبطل، فعاوز او عاوز مثلا عاوز يكرمه، او هيمسك فرقه ويكون معاه شهاده تدريب يخليه يمسك فرقه صغيره، وده غلط جدا، لان انت اللعيب الصغير الاساسيات من شاب على شيء شاب عليه، التعليم في الصغر زي النقشه على حجر، لازم هو صغير تجيب له حد عنده خبره بيعلمه، بتلاقي النادي بيطلع اساسيات اللعيبه كويسه. لازم النموذج كمان لازم يكون في ناس كويسه عندهم خبره، فده بيتفرج على نموذج قدامه بتاع القدوه. انا فاكر انا كنت ماسك 14 سنه، كسبنا البطوله الجمهوريه 3 سنين ورا بعض، وانا ماسك سرعان، كان ماسك 16 وكبير، وحضرتك ماسك 14 وكابتن سرعان. بس احنا بنعلم اساسيات. صحيح. عشان كده وائل بدر عاوز يبني فريق لازم يعتمد على الصغيرين المدربين كويسين تحت، يطلعوا له ناس الدرجه الاولى. ممكن تخسر سنه في الثانيه، بس كمان سنتين ثلاثه هتلاقي الفرقه دي قويه تقدر انت تكمل. طب خلينا لازم تصبر بس. خلينا نكمل استعراض القايمه يا كابتن. عندنا كابتن طارق صبحي ده مدرب عام، كان ماسك قبل كده مع المنتخب برضه مدرب عام، وده برضه واعد قبل كده، كان مدرب طول عمره كويس. هيثم كامل ده برضه مدرب محترم جدا ربنا يوفقه. سامح صلاح المدير الاداري من انجح المدربين، وكان المدير الاداريين، وكان ماسك في المنتخب ناجح جدا. الدكتور محمد الفلاح طبيب الفريق.
الدكتور تامر كراء اخصائي التاهيل، اسلام الشبكاتي ابن كابتن ابراهيم الشبكاتي اداري الفريق وعنده خبره واخدها من والده، اكرم السبكي مدرب الاحمال. يعني برضو يا كابتن خليني يعني اتوقف شويه عن تشكيل جهاز فني سالة سبورتنج. يعني هنشوف طارق صبحي طبعا مدرب كبير وليه تاريخ يعني في نادي سبورتنج يعني كان ماسك في المنتخب انما هيثم كامل يمكن ده كان ماسك ناشئين في سبورتنج، فده بيدي انديكيشن او بيدي مؤشر انه النادي سبورتنج بيبني حتى كوادر في الجهاز الفني. كوادر فني. يعني هيثم كامل وجوده في الجهاز ده بناء كادر جديد. صح ولا انا غلطان يا كابتن؟ زي ما بيبني اجيال متلاحقه في الباسكت، يعني زي ما انت بتعمل في الفرقه اجيال متلاحقه جيلين ثلاثه زي ما اتكلمنا المره اللي فاتت، انت بتعمل في الكوادر يعني كابتن وائل وبعدين طارق وبعدين هيثم، فبتعمل برضه كادر يتعلم بحيث في الاخر يبقى عندك كوادر. زي ما بعض الناس زي كابتن محمد كرداني طلع عمل معايشه مع فرق بره بياخد خبره، نفس الموضوع بيطلعوا على مدربين صغيرين ياخدوا خبره مع المدربين الكبار، ودوت حاجه سبورتنج واضح. وكمان حتى ايجابيه قوي مدير اداري كابتن سامح صلاح. يعني انا اللي اعرفه ان حتى اي فرقه في مصر تبقى عندها حاجه اداريه بتاع كابتن سامح بيساعد المشكله، اي مشكله وبيخلص وعنده حلول. عنده حلول طبعا يعني اداري متمرس وكان مع المنتخبات يا كابتن وما زال مع المنتخبات. هو دلوقتي مع المنتخبات شخصيه محترمه جدا وخدوم مفيش حد ما يعرفوش مجال كل يعني اقول لك كابتن على قصه كده طريفه. كنت مره انا في اسكندريه وكان عندي ماتش وحصل ظرف لازم ارجع بسرعه، اتصلت بيه قلت له يعني انا عايز ارجع وبتاع، قال لي هتلاقي قطر الساعه كذا في مكان حجزت لك. قال لك قطر الساعه كذا هو عارف. قال لي بص ما تقعد قطر الساعه كذا هتروح. كلمته ورحت فعلا لقيت في مكان وهو عارف كل حاجه وعارف ايه الدنيا رايحه فين. فبامانه يعني كابتن سامح احنا بنعتز بيه وده كادر جامد جدا في مصر يعني. طيب خلينا نروح نستعرض بقيه الصفقات، يمكن هبتدي مع حضرتك كابتن صفقات النادي الاهلي السنه دي نستعرضها مع الساده المشاهدين. اتفضل يا كابتن. احنا طبعا عندنا صفقه السنه اللي فاتت احنا اتكلمنا عنها، ايهاب امين هو الوحيد الصفقه اللي كان السنه اللي فاتت. احمد مهيب لاعب جناح تم انتقاله انتقال حر من فريق سبورتنج للنادي الاهلي، ما دفعش حاجه النادي سبورتنج، هو كان فري تمام. ولد عنده 3 بوينت، عنده ثلاث شوطه ثلاثه ممتازه جدا، مدافع يعني جيد طبعا جيد. قلبه برضو يعني قلبه حماسي صحيح. محمد مصطفى كلمنا وقلنا ان ده هيبقى من احسن صناع الالعاب اللي موجوده، بدليل ان هو فور عودته للنادي الاهلي دخل في حسابات الجهاز الفني، ومن الصعب جدا صحيح انك انت تخش تقدر بالسرعه دي تخش في الفرقه دي ان في حسابات النادي انتزع من الجهاز الفني الثقه. احمد حمدي لاعب اربعه مركز اربعه، لعيب كويس بينط، عنده جامب عالي، التقاء عالي، بيدخل على كل كره على يعني على انه يلم الكرات اللي هي على الباسكتين. برضو ده كان صفقه انتقال حر، برضو كان جاي من بره. عمر طارق خليني بس اوضح حاجه يا كابتن احمد او احمد حمدي كان بيلعب في الدوري الجامعات الامريكي وراح الدوري الجورجي، والحقيقه النادي الاهلي تعاقد معاه قادما من الدوري الجورجي. فاحمد حمدي يعني يمكن كان عنده خبرات عنده خبرات يعني الحقيقه يمكن الماتش اللي فات ده ما ظهرتش قوي، ولكن الحقيقه بس هو كويس. هو مستقبلا هيفيد صحيح يا كابتن، لانه سنه صغير جسم بنيانه كويس ان شاء الله. في ميزه كمان كان ساعات بيلعب بايده اليمين زي ايده الشمال زي بعض، دي برده ميزه بقى للعيب الباسكت من اربعه أكيد. دخل عمل سيمي هوك بايده الشمال صحيح. ما هو يمكن صحيح. ما جاش بس كان باين انه عنده سكيلز عاليه يعني. عمر عمرو الجندي وعمر طارق احنا اتكلمنا، ولو مهنا هنتكلم مش هنقدر نديهم برده صفقتين عيارهم يعني فوق الوصف، من احسن الصفقات اللي دخلت النادي الاهلي في الوقت اللي هو الحالي بالنسبه لالعاب الصالات الثلاثه، يعني من احسن الصفقات اللي دخلت النادي الاهلي خاصه ان هم دعائم منتخب مصر كمان وعندهم خبره وعندهم قلب. وانا عايز اقول لك الاثنين اهلاويين جداً. ودي حاجه ما حدش يعرفها ان الاثنين اهلاويين جدا جدا. بطوله افريقيا اللي كانت في النادي الاهلي كانوا الاثنين قاعدين في المدرجات ورا في بنش النادي الاهلي ولا الاحتياطي بتاع النادي الاهلي، وهم كانوا في الجزيره ساعتها وكانوا يعني هم لسه في الجزيره لكن هم اهل يعني اهلاويه وعايز اقول لحضرتك ان هم كمان ده اللي حسم الصفقه بشكل كبير، انتقالهم من النادي الاهلي برغم رغبتهم اكتر من نادي رغبتهم من الاول هي اللي حسمت الصفقه صح. مع ان انديه تانية كانت داخله لكن اعتقد ان رغبتهم، فانا بقول ان هم دولت مع زملائهم
النجوم اللي النجوم الموجود فيها عشان برضو لا نبخس حد. احنا بنتكلم على الصفقات دلوقتي بس، احنا بنتكلم على، لكن مع النجوم اللي موجوده واولاد النادي اللي موجودين دول ان شاء الله هيبقى في فريق عندنا، فريق متكامل، فريق واقف صح على خارطة الباسكت ويعود للبطولات باذن الله. كابتن عماد اجي لحضرتك نستعرض صفقات سله سبورتنج للموسم الجديد اللي هو الموسم ده. هو طبعا هم في ثلاث صفقات، اشرف ربيع وده لعيب بيلعب مركز خمسة وساعات مركز أربعة وعنده شوطة ميديم شوت كويس جدا ولعيب مقاتل خبرة، لعب في الاتحاد قبل كده وكان شايف سموحة. الاتحاد وفي سموحة لعيب مهم وفرق في الماتش اللي فات شوية. في عبد الرحمن خالد لعيب بيلعب مركز أربعة وخمسة نفس الوقت، عنده جامب عالي، عنده حساسية في ايده، ممكن مؤمن مكره ما حدش عارفه الماتش اللي فات، ما حدش شافه فما حدش عارف ممكن النهارده امكانياته هنشوف النهارده ربنا يوفقهم يا رب ندرس الموضوع. ولو محمد توفيق اتصل من ممكن يعرف لنا اذا كان مصاب ولا نعرف منه. احنا هنعرف برده ال 12 لعيب اللي هم سبورتنج اكيد قبل المباراه هنستعرضهم مع الساده المشاهدين، لانه بيتم اختيار 12 لاعب من اصل 14 لخوض المباراه زائد الناشئين طبعا بيبقوا ازيد من 14. طيب كابتن سلاوي اجي لحضرتك، عايزين نستعرض من الساده المشاهدين مشوار النادي الاهلي لغايه ما وصل للدور قبل النهائي. اتفضل. مشوار النادي الاهلي اول حاجه لعب مع فريق الزهور. ده الرجال يا كابتن ولا المرتبط؟ الرجال. الرجال رجال لعب مع فريق الزهور طبعا، عمل 102-37 وبعدين فاز على الشمس وعلى طلائع الجيش وعلى الزهور وطنطا وطلائع الجيش تاني. يعني المجموعه دي كانت رايحه جايه يا كابتن، المجموعه التانيه. تمام. فاحنا الحمد لله قدرنا نفوز ذهاب واياب. تمام. كانت دوره مجمعه باين في صاله الامير عبد الله الفيصل، والدوره الثانيه كانت في طنطا. طنطا. تمام. في صاله طنطا. تمام. اتفضل يا كابتن. طبعا دور ال 16. دور ال 16 فزنا على جزيره الورد وفزنا رايح جاي. تمام. وصلنا الدور، كسبنا الزمالك 91-68 ودي كانت مباراه من احسن المباريات. صحيح اللي قدمها الفريق. وخسرنا المباراه الثانيه بفارق 3. تمام. قبل النهائي بس خلينا نوضح ان الخساره دي كانت تحصيل حاصل لانها ما كانتش غير مؤثره. كانت غير مؤثره وكان غير في روتيشن اللعيبه وكان الكابتن وكان في اراحه لبعض الناس وفي دفع بعض الاولاد صغير. وقبل النهائي فزنا على سبورتنج 84-65. ده الماتش اللي فات على طول. ده الماتش اللي فات. تمام. طب المرتبط يا كابتن؟ المرتبط برضو الفوز على الزهور 75-9، ولذلك انا بقول لك احنا عندنا فرقه 16 سنه الحمد لله. النادي الاهلي 14-16-18-20 ما شاء الله ما شاء الله البطولات شاء الله. فزنا على الشمس، فزنا على طلائع الجيش، فزنا على الزهور، على طنطا، على طلائع الجيش ذهاب، كل ده ذهاب واياب النادي الاهلي كسب. دور ال 16 لعب مع جزيره الورد ذهاب واياب، هو بيلعب نفس ترتيب الدرجه الاولى قبليهم مباراه قبليهم. تمام. كسب فرقه جزيره الورد 71-15. دور الثمانية لعب مع الزمالك كسب 80-50 والماتش الثاني 50-20. فرق واضح. فرق واضح. وبعدين الماتش بتاع سبورتنج 68-59 اللي هو كان اول امبارح. اول امبارح. والنهارده فزنا كمان بقى نكمل بقى. فزنا 76-75 بعد وقت اضافي، وده يدل ان احنا فرقتنا كويسه جدا ما شاء الله عليها، وان المكسب بيتحقق عن جداره. وانا بس عايز اوضح للساده المشاهدين ان احنا مسجلين ماتشات المرتبط، مسجلينها عندنا وان شاء الله هنعيد اذاعتها في وقت لاحق، واكيد هتعرفوا من خلال متابعتكم لقاء النادي الاهلي امتى بيتم اذاعه هذه. كل ماتشات المرتبط اللي احنا زعنا ماتشات الكبار بتاعهم احنا مسجلين مباريات المرتبط، وزي ما وعدنا قناه النادي الاهلي هنكون مع ابطالنا في كل مكان بقدر استطاعتنا اكيد طبعا. والحمد لله حتى الان يعني شفنا حتى اول امبارح كان ماتش النايجر، رحنا على من نايجر على الاسماعيليه. يعني الحقيقه قناه النادي الاهلي بتحاول بشكل كبير بسياستها الجديده ان هي تبقى مع الابطال في كل مكان. كابتن عماد اجي لحضرتك مشوار سبورتنج نستعرضه وحتى وصولها للمباراه النهارده، المباراه الثانيه او الجوله الثانيه في قبل النهائي. اتفضل. هو طبعا كان هم سبورتنج في المجموعه الثالثه فاز على المصير الاتصالات ذهاب اياب 74-55 وفي الاياب 69-49 فرق 20. الماتش الثاني فاز على الطيران ذهاب برضو 92-50 وفاز على الماتش الاياب 81-45. تمام. الماتش الثالث فاز على الجزيره ودوت انجاز يحسب لنادي سبورتنج. الجزيره فرقه قويه واخده الدوري قبل كده والكاس كذا مره ومعاها مدرب محترم الكرداني، فازوا عليهم في الذهاب 69-61 وخسروا الماتش الثاني 68-56.
دخلوا دور ال 16 فازوا على اصحاب الرياض ذهاب واياب 80-58 و74-64. دخلوا دور الثمانية فازوا على مصر التأمين ذهاب واياب 62-44 و71-49. في الماتش اللي قبل النهاية طبعا مع الاهلي خسارة من الاهلي 84-65. والماتش الثاني هنذيعه ان شاء الله، ان شاء الله الماتش الثاني ان شاء الله هنذيعه النهارده. خلاص الدنيا بتقرب. طب المرتبط فازوا على مصرية صالات ذهاب وفازوا عليه برضو اياب، وفازوا على الطيران ذهاب وفازوا عليه اياب، فازوا على الجزيره ذهاب وفازوا على الجزيره اياب. يعني اذا مرتبط سبورتنج ما خسرش ولا ماتش، عنده فرق قويه. دور ال 16 فازوا على صحاب الجياد ذهاب وايابا. دخلوا دور الثمانيه فازوا على مصر التأمين ذهاب واياب 84-38 و55-21، فرق جامد. قبل النهائي خسروا من نتيجه 68-59. والله يا كابتن انا يعني خسروا برضو 75-76 بعد المرتبط. ده المرتبط، ده المرتبط. بس خليني اقول لحضرتك يا كابتن بامانه، يعني كل التحيه لنادي سبورت بامانه يا جماعه، لانه الحقيقه عامل فرقه محترمه جدا في كل المراكز، جهاز فني محترم. من هنا يعني بنقول لهم يعني زي ما بيقولوا بنخلع القبعه احتراما ليهم، لان احنا بنقدر كل نادي بيشتغل على نفسه وبيطور من نفسه. ودي كره السله، كره السله مختلفه خالص عن كل الالعاب، لعبه جماعيه، سله جماعيه وست فرق بينافسوا يا كابتن سلاوي او اكتر من كده، وفي مباريات بتبقى فرق بعد السته دول وتروح تخسر منهم. فكره السله منافسه جديده، فسبورتنج في مرحله تحليل وتجديد، واحنا بمنتهى يعني الاحترام والتقدير لفريق سبورتنج. كابتن سلاوي اجي لحضرتك، المباراه اللي فاتت عندنا بعض الارقام حضراتكم مشكورين يعني وفرتوها لهدافي فريق النادي الاهلي. هنمسك لاعب لاعب من الهدافين ونستعرض نقاطه. طبعا الزملاء في الكنترول طبعا فريق العمل اكيد هيستعرض معانا بعض النقاط لهذه اللاعبين. نبتدي مع حضرتك كده يا كابتن سلعاوي، مثلا يعني 3 4 لاعبين او الملخص هيكون معانا طبعا ملخص المباراه واحنا بنتكلم. اتفضل يا كابتن. اللي هم 3 4 اليكس 25 نقطه، 25 نقطه في المباراه بتاعت سبورتنج اللي فاتت. والله ما حسيت بيه فعلا. اللعيب تحس ان هو لعيب ساحر، ما تاخدش باله من وجوده في الملعب، في الاخر يطلع تلاقيه حاطط 20-25 بونت 30. انت سالتني قبل ما كابتن سلعاوي يقول الرقم يقول لك حاطط 8 بونت مثلا، ما حدش يشوفه مثلا يعني، لكن ما تحسش بيه. لكن لعيب بس دي ميزه ولا عيب يا كابتن؟ هي طبعا ميزه طبعاً. واعتقد ان من اسباب التجديد ليه في النادي الاهلي السنه دي السكور العالي. هو السنه اللي فاتت ما فيش ماتش اقل من 25-30. طب كباتن انتوا ناس يعني طبعا اساتذتي، ويعني طبعا مش اساتذتي بس، ده انتوا نجوم كبار. ربنا يخليك. الاجانب لما كنا بنجيبهم يا كابتن كان معروف عنهم ما يدافعوش، ما بيدافعوش، يعني نجيب الاجنبي يحط لك 30 بونت وينام في الدفاع عشان يوفر مجهود. بكل امانه شايفين اليكس بيدافع؟ بيدافع طبعا كابتن عماد. بيعمل وعنده ريباوند واللي يثبت كده ان بعض الماتشات طلع 5 فاول. بعض الماتشات طلع 5 فاول. اللي بيدافع ده لو ما كانش بيدافع كان قاعد في الملعب. هي المشكله ان اشرف توفيق يعشق الدفاع، اللي ما بيدافعش هتقول لي يا كابتن، اللي ما بيدافعش هتقول لي ده انا كنت بطلع من الملعب لعيب الاهلي اللي ما بيدافعش هتقول لي يا كابتن ده كنت بطلع والله العظيم من تمارين الدفاع جايبين دم في رجلينا من التمارين والله العظيم. عمر طارق سجل 13 نقطه، 13 نقطه برده سكور عالي بالنسبه لخمسه يا كابتن. هو انا اطمع منه اكتر من كده، لكن هو غطى النقطه ال 13 نقطه دي بان هو عمل مساعدات اسيست وعمل ريباوند وعمل بلوكات كتير وعمل جود يعني عمل ديفنس كويس جدا 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 في بعض اوقات. صحيح. وحط الكره الدانك اللي اختلفنا فيها كابتن عماد، قال ان هي اختلفنا بيها ان هي احسن لعبه. وحضرتك قلت اليكس يونج احسن لعبه. ابو النصر حط 12 نقطه دول تقريبا كتير. فانا عشان كده بقول لك ابو النصر الواحد برضه زي اليكس ما بتحسش ان هو صح جندي مجهول. وعايز اقول لك كمان يا كابتن، ما هو في ماتش الزمالك هو كان التغييره المحوريه وكابتن اشرف توفيق اشاد بيه انه نزل مسك هوج بشكل عزله خالص عن الفريق. لا بس مش من السنه دي، هو من السنه اللي فاتت واللي قبل اللي فاتت يعني مع الكابتن يعني طارق خيري كان مهم جدا مع طارق افريقيا اللي فاتت. طارق خيري لما كان ماسك الفرقه طبعا طارق خيري المدربين برضه اولاد النادي طبعًا اللي هم مسكوا قدوا معاه طبعا انجازات جامده جدا وعمل بطولات بالنسبه للنادي. فكان برضه ابو النصر بيستخدموا السلاح ده
وخليني اقول لحضرتك انه كان اكتشافه نور في بطوله افريقيا 2016. صح نور يعني ابو النصر نور هو ابو النصر وكريم دهشان كانوا احسن اثنين في البطوله. كان لهم مع الاثنين الاجانب مع طارق الغنام طبعا خد فيها احسن خمسيه. لا طارق الغنام خارج حدود ال وبالمناسبه بطوله افريقيا كانت في 12 كان في شهر 12 كان في الشهر ده. كل سنه وحضراتكم طيبين احنا كل بطوله مهمه كده نقعد نقول لبعض كل سنه. طارق الغنام مستوى ثاني وكان ساعتها صراحة طيب كابتن عماد اجل حضرتك بقى استكمال بقيه اللاعبين يعني كابتن سلعاوي قال اكتر ثلاث مسجلين طيب. ويمكن دول حاطين تقريبا يا كابتن تلت السكور مثلا او يمكن نص نص مثلا يعني لا هم حاطين 50 بونت من 68 من 68 احنا حاطين اكتر تمام يعني الفرقه كلها حاطه. نستعرض كده كابتن بقيه الفرقه خد بالك 50 بونت سواء من 84 من 84 يعني تقريبا اولموست 60% يعني 60% تقريبا لا يعني مثلا طبعا حوالي 60. هنتكلم عن احمد مهيب بعد كده حاطط 9 نقاط وده رقم كويس ان هو شابويت ثلاثيات رغم انه لاعب عنده شد. فكابتن اشرف فضل ان هو المباراه دي كانت من اربع اسابيع الولد قال كده بعد فضل ان هو يلعبه ولعبه اخر 8 دقائق كده ولا حاجه فربنا كرمه في المده اللي لعبها جاب 9 بونت ما يعني اكسبتبل قوي يعني مقبول قوي. بس حضرتك كمان كنت علقت يا كابتن عماد انا بفكر الساده المشاهدين قلت الثلاث رميات بتوع دول كانوا طبعا عملوا فرق جامد جدا انهم ورا بعض فعلوا السكور. انت عارف يا كابتن اسم انت كنت طبعا ملك الثلاثيات وانت بتلعب ربنا يحميك. الثلاثيه هي بتعمل احباط للفرق هي والدنك خاصه لما يكون خاصة يكون فرق مثلا قريب 5 بونت تحط الثلاثية بقى 8 حطيت واحد تاني بقت 11 لقيت نفسك بقيت في ليفل تاني فبتعمل احباط للفرقة. لا ومتعة متعة جميلة بتبقى شكلها حلو وهي نازلة الشبكة. عندنا حاتم بحيري وانا احب اشيد بحاتم واقول له انت عندك احسن من كده لان انا هو كان في يمكن يعني عنده اكتر من كده بس بعض الاوقات بحس ان هو يعني بيبقى برضه عامل زي ما يكون جندي المجهول بيفضل وعمل اسيست كويس لعمر طارق امبارح حاطط دنك حاطط 8 بونت رقم برضه معقول الحمد لله ربنا وفقه بس احنا عايزين منه احسن من كده. بس اقول لحضرتك حاجه يا كابتن معلش بالنسبه لحاتم البحيري انا اسف يعني انا مذيع بس يعني لا اتفضل انت لعيب انت لعيب بس لا يا لا انا هنا يعني انا هنا يعني حضراتكم طبعا في حضرتك في وجود حضراتكم انا يعني مذيع وفقط ولكن حاتم بحس انه يعني لعيب راجل انا بتكلم في حته الـ 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 يعني الرجوله والحماس ولعيب تحس ان هو يعني ليه شخصيه في الملعب والميزه كمان انه لعيب صانع العاب طويل فيقدر ما شاء الله يدافع. الله اكبر ما شاء الله ايده كمان طويله ما شاء الله في الباسكت يعني بالزبط. ايده طويله فرقه مع اولا ايده اطرافه طويله فبيقدر يمسك الكوره بيمسكها كمان كانه ماسك ايده واحده عادي جدا وايده واصله من الارض ما حدش بيقطع منه الدريبل وبعدين اي صانع لعب يا كابتن هازم لازم يكون قائد صحيح انت معاك اربعه لو ما كنتش قائد في الملعب كل واحد هيعمل اللي عاوز يعمله صحيح. هو اللي بيتحكم في رتم الملعب وهو لازم يكون كده يعني. صحيح اتفضل ناخد الناشئ محمود وليد حط 7 بونت حقيقي جدا مع انه هو كان ممكن يجيب اكتر من كده كان باد لك كان يعني 7 بونت لعيب ناشئ يشارك قبل الله اكبر عليه وهيجي منه ان شاء الله الفتره الجايه قد يكون مخضوض عليه طبعا بس 7 بونت ده ممتاز جدا بس قد يكون كمان هو مخضوض هو كان على راي الكابتن عماد كان يعني في حاجات بسيطه ضاعت منه كان ممكن يعلى السكور بتاعه يبقى 10 بس هو كبدايه زيه زي احسن لعيب كبدايه احنا كلنا اشدنا بيه. عندنا محمد مودي الله اكبر عليه حاطط 5 بونت بس انا لا ما يعني ما يجرب 5 بونت انا اتكلم ان هم ضغطوا عليه بيوسف شحاته ولد رزل يعني مش عاوز يعني لغه الباسكت رزل في الدفاع مدافع يعني هو لفظ في الباسكت يعني بيدافع قوي جدا سليم العسى وضغط بسليم العسى سليم العسى وده ضغط عليه جامد جدا فمحمد انهك ان هو بيعدي الملعب ومفيش ولا كره اتقطعت وباصه كان بيخلص فكتر خيره يعني يمكن ده احنا كنا بندور مصر كلها احمد طبعاً. حمدي طبعا من يعني كان واجب انه يكون احسن من كده هو 3 بونت بس كان بيلم ريباوند وبرضه تحس ان احمد حمدي مخضوض شويه الماتش ده برضه لسه الدوري المصري برضه اللي انا بقى يعني جديد على الدوري في المصري. بيك كويتشر مارك صراحه على سيف سمير كان عندي تحت 20 سنه كان ما حدش في مصر يقف ضد سيف سمير كان جبار ما شاء الله والسنه اللي فاتت كان شايل الفريق برضه اما ما اعرفش يمكن خارج من اصابه بس والله يا كابتن انا يعني قالوا لي انه في المباريات السابقه كان كويس سيف بصراحه سيف قوي جدا من احسن يعني احسن خمسه في مصر بالظبط يعني عاوز سيف يطلع سيف سمير يطلع اللي عنده بقى ان شاء الله ربنا يوفقه النهارده يعوض الفريق اكيد اكيد يا كابتن اكيد كابتن هيثم في بطوله في ماتشات اللي قبل كده فعلا منطقه والتمهيدي بتاع كان سيف سمير سوبر انا بقول لحضرتك صراحة انا تابعت الماتشات من الملعب وشفت الماتشات من الملعب سيف سمير كان صور بس برضو
انا لازم يرجع يكون احسن لاعب ارتكاز في مصر هو وعمر طارق. النادي الاهلي يسيطر على الحته اول دي. مره النادي الاهلي يا كابتن هاشم عنده لازم النادي الاهلي يسيطر على جامدين كده. انا من وجهه نظري سيف سمير قبل ما يجي عمر طارق انا من وجهه نظري هو احسن خمسه في مصر. الله اكبر. عنده جامب هاي فيرتيكال جامب عالي جدا من الثبات عالي. عنده لعبه تحت الباسكت بيقدر يخلص. عنده ميديا خفيفه يقدر يخلص بيده يمين ومن الشمال. لازم يرجع زي ما كان ان شاء الله. ربنا يوفقه يا رب ان شاء الله. طب كابتن هنرجع تاني للقاء النهارده ونتوقع يعني دلوقتي احنا هيجي لنا طبعا ال 12 لاعب بس هو تقريبا المصابين برضو مش هيشاركوا. يعني خلينا نتوقع كده هل الخمسه اللي ممكن يبتدي بيهم كابتن اشرف هل هيبتدي بالفول باور يخلص الماتش ويريح ولا هيؤثر ان هو يفضل؟ انا اعتقد هيبدا بنفس الخمسه اللي بدا بيهم المباراه اللي فاتت. حضرتك تتذكرهم يا كابتن؟ بدا بأليكس وعمر طارق وحاتم وحاتم محمد النصر وابو النصر ومحمود وليد. وكانت مفاجاه لينا ان بدا محمود وليد. هم الخمسه دولت اللي هم اعتقد ان هيبدا برضو نفس اللي انا مش هغامر اكتر. هو الفرقه دي ودي لقطات حيه انا اسف يا كابتن في الويندو اللي تحت دي لقطات حيه من ارض الملعب الورمنج اب الورمنج اب والحقيقه دي مش هتشوفوها في اي شاشه ثانيه غير شاشه قناه النادي الاهلي. مش هتلاقوا ان احنا عايشين مع ابطالنا حتى الاحماء والتجهيز للمباريات والمباريات بنقربكم اكتر من نجومنا. فالحقيقه يعني الحاجات دي مش هتشوفوها غير شاشه قناه النادي الاهلي واحنا بنسعى دائما ابدا نكون دائما عند حسن ظن جمهور النادي. اتفضل يا كابتن سلاوي. عايز تقول حاجه؟ عايز اقول ان في انا شايف التسخين الولد عمرو علاء زهران من احسن الناشئين اللي برضه في فرق 20 سنه شايفه بيسخن معاهم وشفنا عبد الله ناصر برضه. لا عبد الله ناصر كان موجود الماتش اللي فات يعني موجود الماتش ده برضه يعني. لكن الجديد اعتقد ان عمرو علاء زهران دوت اللي احنا قلنا عليه كابتن ناصر ودريد بيسخن هو كمان يا كابتن. ده اللي قلنا عليه الماتش اللي فات كابتن ناصر قلنا لازم يعتمد على الناشئين بقى الماتش تحصيل حاصل. احنا معتمدين كلجنه مستقبلا ان الولد ده هيبقى ليه بصمه في تاني يا كابتن. حضرتك شفت عمرو علاء موجود مع ال 12 عمرو علاء زهران احمد مهيب اهو موجود هيلعب. الجمال برضه اطمنا عليه هيلعب. يبقى الجمال ربط وقعد يتحايل على الدكتور وخد حقنه عشان يلعب. طيب ومين تاني يا كابتن؟ ده عايزينه يا سلام عشان الماتش الجاي ابو النصر لازم يرجع. عايزينه لازم يرجع الجمال. يعني احنا عندنا يومين لازم يجيب نفسه في الملعب. ده ابو النصر يا كابتن برضه بيتهيألي كده ال 12 تقريبا وعمر طارق واليكس يانج ومين تاني يا كابتن حضرتك شايف معايا؟ وليد هو عمر علاء زهران اللي بعد محمود وليد اللي قدام عبد الله النصر. تمام واليكس يانج وعندنا احمد حاتم حمدي وحاتم البحيري وسيف محمود وليد. وبالتالي نفس التشكيله يا كابتن باستثناء يمكن هو تغييره واحده اللي هي عمرو علاء زهران بودي اعتقد بودي حط عمرو على نفس تشكيل الماتش اللي فات وبودي حسام خرج بودي حسام ودخل عمرو علاء زهران. طيب ده اشاره لايه يا كابتن عماد؟ اشاره ان احنا عندنا ناشئين في الاهلي. اشاره ان احنا عندنا ناشئين ان هو لعبت بودي حسام يعني يقدر يخش في السكور. هو ليه شرف حتى لو ما كانش طبعا بيلعب ملعبش. وفي نفس الوقت عادي جدا ان عمرو علاء زهران ربنا يحميه برده يخش اي حد يقدر. فده اثبت ان احنا عندنا ناشئين وده من اشرف اللي انت قلته برده يا كابتن حاسب ان هو بيبني. صحيح بيبني المستقبل. بيبني كابتن. صحيح يا كابتن. اعزائي المشاهدين هنطلع لفاصل سريع وارجع لحضراتكم عشان اكيد هنجهز لقاءات من ارض الملعب عشان نحطكم في الاجواء ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد ومكملين معاكم طبعا في تغطيتنا الحصريه او تغطيتنا المستمره والمهمه لمباراه قبل النهائي نادي الاهلي ونادي سبورتنج تحت الفريق الكبير. ودي طبعا لقطات من ارض الملعب والاحماء قبل النهائي مرتبط قبل نهائي دوري المرتبط ما بين النادي الاهلي ونادي سبورتنج. الحقيقه تم حسم خلاص تاهلنا للمباراه النهائيه وهيكون طرف الثاني في النهائي هو نادي الاتحاد السكندري. يمكن هطلع يا كابتن كده ايه زي ما بيقولوا بعناية بره شويه كده على ماتش النهائي مع الاتحاد السكندري باذن الله. شايف الماتش ازاي؟ مرتبط الاتحاد عامل ايه؟ الفريق الاول خاصه الفريق الاول الاتحاد السكندري لقى هزيمه من نادي الجزيره في ملعبه ودي كانت مفاجاه للجميع. شايف النهائي ازاي يا كابتن سلاوي؟ هو الماتش اللي حضرتك بتتكلم عليه ده كان انتهى ب 10 نقاط لصالح نادي الجزيره على نادي الاتحاد السكندري في صاله اسكندريه. تمام. لكن انا برضو عايز ما يكونش هو ده المقياس بتاعنا لان ممكن تكون ظروف المباراه. لكن انا عايز اقول حاجه. عايز اقول ان المباراه صعبه جدا جدا على الفريقين ما نقدرش نتنبأ وخاصه الصغيرين مباراتهم صعبه. وبعدين
لكن انا اللي مطمني ان انت وصلت بقى المرحله بيدي، مفيش مساعدات. لا بيدي يا عمر، لازم يعني ان شاء الله ان شاء الله نكسب المباراتين الكبار. طب يا كابتن، مش اللي بيتطبق على النهائي هو اللي بيتطبق على قبل كده؟ يعني المرتبط لو فاز مباراه وانا فزت، وانا فزت مباراه واحده خدنا المرتبط. تمام، بس حضرتك بتقول ان انت ايه، لازم بايدك تاخد المباراتين، ما تستناش المرتبط يساعدك. لان برضه احنا السنه اللي فاتت كسبنا الاثنين المرتبط وخسرنا الاثنين الدرجه الاولى. السنه اللي هو المرتبط اللي فات نفس الظروف مرت بيها، لكن انا عايز اقول ان المباراه صعبه جدا على الفرقتين السنه دي بالذات. المباراه صعبه على الفرقتين. الاتحاد السكندري عامل تدعيمات وتدعيمات قويه، والاتحاد السكندري من احسن الانديه اللي بتلعب كره سله في مصر، واهتمام مجلس اداره واهتمام مع مدرب كابتن احمد مرعي، مدرب على مستوى مدير فني منتخب، وعامل توليفه كويسه متوسطه كبير ومتوسط وصغير، وكل الامور شبيهه لفريق النادي الاهلي. صحيح، وكل الامور متساويه. الاجنبي يساوي الاجنبي، اللاعب الارتكاز يساوي اللاعب الارتكاز، لكن احنا برضو المشكله في الثلاث اصابات اللي ينقصنا التوفيق. بس بيتهيألي ممكن يلحقوا يا كابتن، يعني بيتهيألي على الاقل عمرو جندي ما كانش عنده اعراض اصلا، ومعقدين ما عندوش لازم مسح. بس اصل اقول لك ممكن نلحق، يعني هم بقالهم 3-4 ايام دلوقتي. نتمنى ان شاء الله الشفاء ليهم. اكيد الجهاز الفني والطبي طبعا اتمنى الشفاء ليهم وكده، لكن انا بقول ان المباراه صعبه والتكهن بيها اصعب سواء كبار او مرتبط. كابتن عماد، راي حضرتك هذا يعني الكلام من اللي قاله كابتن السرعاوي، حضرتك بتاكده ولا ليك راي ثاني؟ والله 100% برضو انا مع السرعاوي، بس ليه حتى برضو صغيره باكد على كلامه. بحته اولا الاتحاد عليه استرس جامد قوي، فاز في كل الاسكندري البطولات، كسبان كل البطولات السنه اللي فاتت فبالتالي بيخش بحته جمهوره والناس والكابتن. صراحه كابتن محمد سلحي عمل كل اللي عاوزه، كابتن مرعي سواء من لعيبه سواء ذات تجديد عقود بارقام محترمه، فبالتالي عندهم استرس جامد. وفي نفس الوقت احنا عندنا استرس اقوى منهم، ان احنا السنه اللي فاتت الاهلي ما خدش اي حاجه رغم انه وصل فاينل في كل تقريبا البطولات فاينل، بس زي ما بيقول الكابتن سلعاوي احنا خسرنا الاثنين المرتبط الصغيرين وخسرنا الكبار. ربنا وفقنا يا رب يمشي السيناريو مختلف، نكسب الصغيرين ونكسب الكبار، بس الماتش في الملعب صعب، ونقدر نقول ان فرقه الاتحاد قويه، بس فرقه الاهلي قويه زي ما هم واقوى كمان للاهلي. المراكز كلها انا شايف اللعيب المحترف عندنا قد اللعيب المحترف بتاع الاتحاد مرتين. انا شفته في الماتش اللي فات ماتش الجزيره، على يعني نوعا ما يعني مستوى كل ماتش اللي جامد، هو جامد بس كل ماتش يعني. انت قصد حضرتك المحترف بتاعنا افضل يعني؟ افضل، انا شايف انه افضل من وجهه نظر حضرتك الفنيه. من وجهه نظر، فربنا يعمل الصالح ان شاء الله نكسب. برضه في حته كنت عايز ازودها معلش نسيتها، ان بالنسبه للقطاع الناشئين في نادي الاتحاد السكندري بيتولى قيادته عمرو ابو الخير. طب كابتن سلاوي احنا وعندنا الكابتن سيد صابر بيتولى طبعا رئيس قطاع الناشئين، رئيس قطاع الناشئين والنشئات، وبصراحه هو عامل مجهود يعني يشكر عليه. معلش هقطعك يا كابتن، انا اسف، لازم نروح لارض الملعب والزميل محمد توفيق مراسلنا من ارض الملعب ولقاء مهم مع الكابتن احمد مرعي مدير فني نادي الاتحاد السكندري وايضا مدير فني منتخب مصر. اليك محمد الكلمه. مساء الخير يا كابتن هيثم، برحب بحضرتك وضيوفك الكرام وكل مشاهدي متابعي قناه النادي الاهلي في كل مكان. يتجدد اللقاء والابطال والاستوديو التحليلي لمباراه الاهلي وسبورتنج في اياب مباراه نصف النهائي لدور المرتبط، ويسعدنا وشرفنا في هذه اللحظات المدير الفني القدير كابتن احمد مرعي المدير الفني للاتحاد السكندري ومدير فني منتخب مصر. يعني كابتن احمد برحب بحضرتك في البدايه، الف مبروك الفوز النهارده وتاهل عن استحقاق للمباراه النهائيه. يعني كلمنا بقى عن المشوار من اول ادوار التمهيديه وحتى مباراه اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا طبعا يعني كان في الدوري ده بدا قبل التوقف بتاع المنتخب، خدنا مباريات يعني مجموعه، وكان ده يعني كانت مجموعات وبتاع مشوار طويل كده، لكن كانت اهم محطات فيه هي محطه الجزيره الاول في دور الثمانيه، الماتش برضو بطريقه المرتبط دهيا، والحمد لله ربنا وفقنا قدرنا نطلع. كانت المنافسه جامده مع الجزيره يعني في دور الثمانيه، وكنا على وشك ان احنا نطلع فعلا يعني، بس الحمد لله في المباراه النهائيه معاهم قدرنا نكسب بفرق سكور كبير عوض هزيمتنا، فيمكن دي نقطه مهمه في مشوارنا. بعدين قابلنا فرقه سموحه، فرقه محترمه مكافحه، كل الماتشين بتاع النهارده والماتش بتاع اول امبارح لا هم في الجيم وبنكسب بالعافيه، ففرقه بحييها يعني عملت جيم كويس،
واحنا خطوه خطوه بقى بنستعد للخطوه الجايه في مقابله ان شاء الله. يعني 90 في مش عارف هي حسابيه تقريبا للاهلي صعد بالظبط كده. هي بقى خلاص الطرفين بقوا معروفين اهلي اتحاد وفرساي الرهان زي ما بيقولوا بقى في المسابقات، واللي فرقتين كبار يعني فرقه الاهلي طبعا ما فيش كلام عليها، فرقه محترمه معاها جهاز محترم، واحنا بنحاول برضو ان احنا نستكمل مسيره البطولات بتاعه السنه اللي فاتت. بس الماتش هيبقى قوي جدا، وتوفيق اللاعبين في المباراه ده يعني هيفرق كتير جدا. يعني كابتن احمد، يمكن كل عشاق كره السله في مصر بينتظروا مباراه الاهلي والاتحاد في النهائي، واعتقد كمان الناس بتنتظر تشوف اشرف توفيق في الملعب. طبعا يعني الكابتن اشرف اداؤه يعني حاجه محترمه، يعني انا بستمتع بس مش انا بلعب قصاده، انا قاعد بره بتفرج عليه يعني، لان ادارته المباراه لا ما مدرب كبير يعني. والفرقه دلوقتي طبعا بسم الله ما شاء الله فرقه محترمه جدا في الاعداد والتغييرات وبتاع، وحالتهم كويسه يعني برضه، فربنا يستر. الحسابات هيبقى شكلها عامل ازاي خاصه في ظل نقص عدد كبير من النادي الاهلي بسبب الاصابات وفيروس كورونا؟ اوعى ولا تفرق، فرقه الاهلي فرقه كبيره، ودايما سمه الفرق الكبيره ان هي لما بيغيب نجوم بالعكس ادائهم بيعلى يعني، فهم لا ادائهم كويس قوي، عشان كده بعمل لك كده قبل انت ما تسال السؤال. لا يعني غياب نجمين زي عمرو الجندي وإيهاب أمين، أنا متأكد إن الولاد النادي الأهلي هيعوضوا الفارق ده، والمباراة هتبقى سجال بيننا وبين اتحاد أهلي، مباراة تستحق المشاهدة، وأنا شايف إن شاء الله إن يا رب يطلع المستوى بتاعها عالي بغض النظر عن مين اللي هيكسب يعني. شكرا كابتن بن مكرم. شكرا على الاستضافة، شكرا. كابتن هيثم، ده كان لقائنا هنا من ارض المباراه مع كابتن احمد مرعي المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، نعود لحضرتك مره ثانيه وان شاء الله مستمرين في مزيد من اللقاءات خلال تغطيتنا الخاصه والحصريه على شاشه قناه النادي الاهلي. الزميل محمد توفيق بشكرك شكرا جزيلا، ولقاء مهم الحقيقه مع كابتن احمد مرعي، واحنا بنحييه الحقيقه على كلامه، كلام يصدر من مدير منتهى التواضع، منتهى يعني الرؤيه الفنيه المحترمه منه، بنشكره طبعا على اللقاء ده، واسمع تعليق طبعا حضرتك كابتن سلاوي على لقاء كابتن احمد مرعي، اتفضل كابتن. قبل ما اعلق بس عايز اقول كنا وقفنا عند عمرو بخير وسيد صابر، والاثنين عاملين مجهود بصراحه يشكروا عليه، وانا بشكرهم يعني ان طالما الفرقتين وصلوا للنهائي يبقى الناس عامله مجهود مع المدربين بتوعهم. احنا من ضمن صوتنا صوت حضرتك وبنحييهم من هنا طبعا. تاني حاجه انا شايف مودي الجرحي بيسخن. طالما مودي الجرحي بيسخن يعني هو عمل عمليه ايه، مش عايز اقول لك احتيال عشان يلعب. لا هو ما يقدرش. هو مودي يعني ممكن يجرى له حاجه لو ما لعبش، هو يموت في حاجه انه يلعب وكده، فان شاء الله ربنا يوفقه وانا اتمنى له كل خير وكده. كابتن احمد مرعي قال زي ما توقعت انا والكابتن ان مباراه صعبه جدا، مفيش خارج بره التوقعات، فرقه الاهلي فرقه كويسه وفرقه محترمه، فرقه الاتحاد فرقه كويسه وفرقه محترمه، واللي هيفصل في المباراه توفيق اللعيبه والتحكيم. لازم التحكيم برضه يكون على مستوى على مستوى المباراه، وانا اللي شفته في الفتره اللي فاتت ان الحكام ما شاء الله عليهم، الحكام ماشيه كويس في الدوري ده، ولكن اللي انا اعتقده ان المباراه صعبه جدا وصعب جدا جدا نقول مين اللي يكسب. وكمان كابتن احمد مرعي وضح حاجه، كابتن قال ان بس احنا نتمنى النادي الاهلي يكسب ان شاء الله. طبعا نتمنى كل الاحترام طبعا وعشرة اتمنى طبعا للنادي الاتحاد، ولكن يمكن اجي يا كابتن عماد في الحته دي، يمكن كابتن مرعي وضح قال لك بساعات، وكلمه نتوقف عنها كثيرا يعني، وده ينم عن يعني الخبرات الكبيره عند كابتن احمد مرعي، قال لك ساعات الغيابات لما يبقى نجوم كبار بيغيبوا بالعكس ده اداء الفريق بيتحسن. كلام 100% مظبوط، بيكون يعني هنا دول التحدي بيعلى عند اللعيبه، وفي لعيبه عاوزه تقول للناس، بتقول للمدير الفني يا جماعه احنا موجودين، ويمكن بيكون دورهم يعني لهم دور ولكن دور يعني اقل شويه، فيجي الوقت ان اللعيبه دي النجوم اللي مش موجوده عاوز يثبت للمدرب ان هو يستحق يكون من القائمه الاساسيه ويستحق يديله فرصه اكتر من كده، فاللعيبه يعني بتبذل مجهود وربنا يوفقهم ان شاء الله، وده اللي حصل ماتش سبورتنج مش سهل اللي صحيح فات صحيح. الاولاد الصغيرين اللي لعبوا شالوا الماتش الحمد لله. طب يا كابتن يعني برضو ارجع لكلمه كابتن احمد مرعي، انه يعني هو بيحترم المباراه جيدا، بيحترم لقاء الاهلي اللي جاي، يعني حتى بالنسبه للمرتبط نفس الكلام اللي قاله كابتن سلعاوي، قال لك انا ما اقدرش اتوقع ابدا التاهل ازاي، خاصه ان هو اعترف وقال ان تاهلنا ما كانش بسهل يعني احنا نادي الجزيره طبعا
طريقه كان صعب. يعني هو الاتحاد السكندري طريقه اصعب من طريق الاهلي في البطوله. يعني هو برضو ماتش الجزيره حط عليه ضغط جامد جدا جدا، لان هو الاتحاد السكندري ما خسرش من فتره كبيره جدا على ارضه في اسكندريه. نعم. في صاله الرعب دي، يعني اللي ما لعبش، يعني اللي ما لعبش في صاله في اسكندريه ما لعبش باسكت يعني. بس يمكن يعني اثرت على الحضور الجماهيري. فيعني لا، هي ظروف مباراه طبعا وكده، بس هي مباراه خارج التوقعات. بص يا شباب، الصاله زي ما قال كابتن هيثم، الصاله بدون جمهور كانك بتلعب في اي حته. هي قوه النادي اللي تخلي، بس كان في جمهور. لا كان الصاله من الملعب ماتش الجزيره كان في جمهور، بس برضه مش زي زمان. لا زمان لا لا لا، فاكر استاد اسكندريه؟ ايوه، عشان الاتحاد، اتحاد الباسكت مانع الجمهور طبعا، اكيد نتيجه الاقتراعات الاحترازيه، فمانعين دخول الجماهير. مين اللي بيدخل؟ اولياء الامور. فبترجع العوائل زي زمان. زمان اللي كان بيجي يتفرج العوائل، صحيح، واخد بالك؟ فحاجه راقيه يعني، مش حاجه. ودي حاجه برضه يا كابتن، يعني ارجع اقول لحضرتك انه الرياضه بدون جمهور ملهاش طعم. وللاسف احنا الجيل ده حرم، الجيل اللي بيلعب ده حرم من الجمهور. يمكن في لعيبه هتبطل اهي وما شافتش الصاله مليانه زي زمان. يمكن بسبب بعد الثوره، احنا مش كورونا، احنا بعد الثوره حصل بعض منعوا الجماهير بسبب ان المشاكل كانت بتحصل، وجت بقى زادت علينا جائحه كورونا. كنت حضرتك قلت لي، سالتني راي احمد مرعي بيتكلم في ان فرقه الاهلي وفرقه الاتحاد، اي مدرب محترم لازم يقول كده. اشرف مدرب كبير لما هيتكلم على الاتحاد لازم يقول كده، ونفس الموضوع احمد مرعي لما اتكلم على الاهلي لازم يتكلم. الفرقتين اقوى من بعض، ومحدش عارف الملعب اللي هتوقف على الثبات الانفعالي للعيبه وللمدربين اللي بره. الثبات الانفعالي هيفرق كتير، لان الماتشات دي بتخلص في اخر ثواني، صعب ان يبقى في فرق سكور قوي يعني. صحيح. فتلاقي الماتش لغايه الاخر يعني جوه الملعب. كلام المدربين برضو اللي قبل ده بيبقى فيها شويه يعني تهدئه. بيبقى في طبعا يعني، وخاصه يعني مدربين. لا بس يا كابتن خليني ارجع، الكلام للميديا الكلام للميديا كمدير فني او كلاعب اصبح جزء مهم جدا جدا من الرياضه. طبعا. ازاي تعرف تتكلم للميديا وتقول ايه؟ يعني في لعيبه خسروا كتير ومدربين خسروا كتير بكلامهم للميديا. طبعا. تتفق معايا يا كابتن سلام؟ طبعا. احنا ما كانش ايامنا الكلام ده طبعا يعني، ولذلك ما فيش لعيب عمره جمهور. يعني انت لعبت وكابتن عماد لعب وانا لعبنا ومثلنا مصر وكده، عمر ما في جمهور من الجمهور الانديه اللي هي 18 نادي اللي بيلعبوا معاك كان في عداوه بينك وبينه. صحيح يا كابتن. لكن دلوقتي الميديا عامله عداوه بين اللعيبه وبين شحن بين الجمهور، السوشيال ميديا. التعصب ده يعني مشكله، وكان النادي الاهلي من اول الناس اللي عمل لا التعصب ده، وعملنا حلقه هنا برضو قبل كده ولا التعصب. يعني انا شايف التعصب دي بقت لغه مش غير مستصاغه بالنسبه للاجيال الجديده. يعني نقدر نقول ان هي سلبيات السوشيال ميديا كترت. طب معلش يا كابتن هقطع حضرتك. الحقيقه هنروح لارض ملعب تاني مع الزميل محمد توفيق، ولقاء مع الكابتن علي هاشم مدير فني السيدات لكره السله اللي عنده ان شاء الله اول مباراه من الفاينل بكره. اتفضل محمد. مساء الخير يا كابتن هيثم، برحب بحضرتك مره تانية. يعني متواصلين معاك في تغطيتنا الخاصه والحصريه هنا من صاله هيئه قناه السويس الاسماعيليه، وزي ما بنقول دايما النادي الاهلي دايما قدره المنافسه على كل البطولات. لكن سيدات الاهلي بكره ان شاء الله عندهم مباراه نهائي المرتبط ايضا امام سبورتنج يوم الاثنين، مباراه الذهاب والعوده يوم الاثنين. ومعانا كابتن علي هاشم المدير الفني للفريق يكلمنا اكتر عن سعادته من المباراه. كابتن علي برحب بحضرتك في البدايه، يعني الف مبروك الصعود للمباراه النهائيه. اعتقد مباراه صعبه امام سبورتنج، يعني شايف المباراه ازاي؟ وكنت حريص ان انا اكون موجود في الملعب ويعني تاخدوا اجواء البطوله زي ما بنقول. برحب بحضرتك طبعا، وبمسي على كابتن هيثم والضيوف اللي موجودين، اعتقد كابتن سلاوي بس مش عارف مين التاني. يعني مباراه بكره طبعا فاينل مرتبط اهلي سبورتنج، يعني اقوى فريقين في مصر. موضوع خارج الحسابات تماما، ما تقدرش تتكهن باي نتيجه. الصغيرين كمان هيبقى ليهم تاثير من الفرقتين الصغيرين، المرحله السنيه دي بيبقى المستوى قريب من بعض، فربنا سهل باذن الله يبقى الدوري من نصيبنا. يعني مرتبط باذن الله تبقى بطوله في اول الموسم تدينا دفعه لباقي البطولات باذن الله. بالتوفيق ان شاء الله يا كابتن. يعني شايف المباراه نقل المباراتين الاسماعيليه في ارض محايده هنا دوت هيبقى في صالحنا ولا هياثر شويه على استعداد المباراه؟ لا هو دايما طبعا الفاينل بيبقى في ارض محايده، احنا متعودين على كده يعني على طول. يعني اتحاد الباسكت بيبقى لازم الفاينل بيبقى في ارض محايده، سواء هنا اسماعيليه، طنطا، اكتوبر. فاحنا الحمد لله بقى لنا يومين هنا اتمرنا على
على الملعب، وباذن الله يعني ربنا سهل بقى يعني دعوات جماهير النادي الاهلي وتوفيق ربنا، وربنا كريم يعني ان شاء الله. يعني استمرار النتائج الرائعه خلال مشوار البطوله ان شاء الله، انا شايف يعني النادي الاهلي ان شاء الله يكون اقرب للمكسب. اعتقد البطوله السنه دي عن الاهلي صاحب البطوله عن استحقاق، خاصه طول المشوار كان الاداء اكثر من رائع. ما انا زي ما قلت لحضرتك هو الفاينل زي اقوى فرقتين يعني اقوى، يعني احنا عندنا نواقص هم عندهم نواقص، يعني الكفتين قريبين جدا من بعض، والسنه دي هيبقى الكومبيتيشن عالي جدا، ان كل الفرق يعني سبورتنج دعم واحنا دعمنا، اليوبلس دعم، سموحه دعم، يعني السنه دي الدوري مختلف عن السنين اللي فاتت، لان كمان مستوى الاجانب الموجودين السنه دي في البنات عالي جدا، فدي مديه للدوري مقويه الدوري جدا والبطولات. شوف كابتن يعني توقعاتك للمباراه النهائيه وكمان توقعاتك لمباراه الرجال. بص مباراه الرجال طبعا انا ببارك يعني خلاص هو يعتبر تحصيل حاصل خلاص بالنتائج المرتبط، ان شاء الله احنا في الفاينل مع الاتحاد باذن الله يوم الاحد باذن الله. باذن الله طبعا هم الولاد عندهم الاصابات والكورونا وكده، بس ان شاء الله يعني فريق النادي الاهلي مش هتتاثر باي حد، وال الموجودين مش ان شاء الله يبقوا على قد المسؤوليه. ببارك لهم وببارك للجهاز طبعا. بالنسبه لماتشنا بكره يعني بقول للناس ان احنا الفرقه في كامل تركيزها، زي ما قلت لك احنا جينا من قبلها بيومين، بطوله مهمه في اول المشوار باذن الله خير ان شاء الله باذن الله. شكرا لكم، نتمنى لكم التوفيق ان شاء الله وفوز بالبطوله. شكرا ميرسي جدا. كابتن هيثم ده كان لقائنا مع كابتن علي هاشم المدير الفني لسيدات الاهلي لكره السله، مستمرين مع حضراتكم مزيد من اللقاءات ان شاء الله في تغطيتنا الخاصه والحصريه لشاشه قناه النادي الاهلي من هنا من الاسماعيليه. زميلنا الزميل محمد توفيق من ارض الملعب من صاله هيئه قناه السويس بالاسماعيليه، شكرا جزيلا. وده كان لقاء مهم مع الكابتن علي هاشم مدير فني السيدات واللي تاهل للنهائي، وطبعا هو موجود في الصاله عشان بكره عنده النهائي ان شاء الله في نفس الموعد 8:30 اول مباراه مع سبورتنج، وده كان لقاء مهم. اسمع تعليق الكابتن طبعا على اللقاء. كابتن سلاوي اتفضل. طبعا كابتن علي مدرب ممتاز، مدرب منتخب وابن من ابناء النادي، لعيب ومدرب، ويمكن من اكتر الناس اللي جابوا بطولات صحيح في النادي، وقدر يعمل مجموعه السنه دي، قدر يجيب مجموعه كويسه صفقات كويسه جدا. لكن برضو اللي انا عايز اقول ماتش برضو زي نفس الكلام اللي احنا قلنا، ماتش مش سهل برضو، الماتش صعب، بس احنا احسن ان شاء الله. هو سافر قبليها ب 48 ساعه، عمل معسكر هناك، اتمرنوا امبارح بالليل والنهارده الصبح، ويعني عشان ياخدوا على الجو بتاع المباريات وكده، ونتمنى لهم التوفيق. لكن معاه جهاز محترم برضو، احمد ابراهيم وكريم اسماعيل وبرضو اولاد النادي كلهم يعني، ومعاهم الكابتن موسى علي اداري، مدير اداري ممتاز. هاي طب كابتن عشان نرجع لمباراتنا سريعا علي. في كلمه ونص توقعات حضرتك لماتش الاهلي وسبورتنج دلوقتي؟ ان شاء الله هنكسب، بس مش من اول الجيم. كابتن عماد بسرعه ان شاء الله هنبدا زي الماتش امبارح، هنكسب ان شاء الله من اول الجيم هنكسب ان شاء الله. اعزائي المشاهدين، اذا ده كان الاستوديو التحليلي، هنطير لصاله هيئه قناه السويس ومعلقنا الكابتن سيد صابر لنقل احداث طبعا الفتره الاولى من المباراه، ولكن بعد الفاصل.